هذا نفس صباري. Woman is dead. Dead. What the fuck is Odor? What the fuck is Odor? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب، وإن شاء الله تنبسط. What the fuck did he just do? اه سوالتي انا بس ابغى واسست خلاص يبي مات كانت مانيت I'm smurfing. Can't see. Happy steel. Wait, I'm 12. Credit for machine kill. What's in here, hello? He didn't want to tell us yet. That's why people are asking you. أنا ستريمر مبتدئ وأبي هذه الأشياء ولا تفكر فيها حتى حبيبي. نهائيا. ولا تفكر. شوف أتفرج على تايلر 1. اهو ستريمر مو مبتدئ مخلص الينا اليوم بكاميرا لوجيتيك 980 والمايك والسماعه الهايبر اكس اللي كل يوم يكسرها. ما تسوي ابجريد للستريم الا بفلوس الستريم يا اخواني. I will start streaming really soon. No, if you're starting شباب الله يرحم لي ابوكم، ولا شيء من اللي احنا نسويه من واحد ستريمر زي يسويه انت تسويه. الله يخليكم نهائيا، ولا تدفع ولا ريال الا الحاجات البسيطه. تجيب مايك بسيط، اهم شيء في الستريم الصوت، مش صوت التكلفه الكبيره هذه، لا تجيب سماعه الصوت حقها نقي كويس عشان الناس يسمعوك كويس وما يسمعوا المكيف واللي وراك والخلق والطقطقه والتكسير. انا اي ستريم، انا شخصيا اي ستريم اخش الاقي اسمع صوت المايك، اسمع صوت الكيبورد والماوس هطلع. وهذا مو معناه انه انا زي الناس، في ناس تقول لك انا احب انطرب على الاصوات هذه، انا ما احب، انا ما اقدر. فاذا تبغى سماعه كويسه انا عندي، يعني قبل ما اسوي الابجريد هذا كنت شغال على السنهايزر، كنت شغال على الجيم 1. انا احب السماعه الاوبن اكوستكس مش الكلوزد اكوستكس. ايش يعني اوبن اكوستكس؟ يعني اسمع اللي برا ما وابغاها خفيفه على راسي. اوكي، فالسنهايزر صراحه انا بالنسبه لي انا من الناس اللي اعشق الصوتيات، ابغى الستيريو، ابغى اسمع كل شيء في محله، انا اسمع ميوزك، احب الميوزك، ابغى اسمعها بروقان. فابغى اسمع، ابغى حاجه ما هي مره غاليه ولا هي مره رخيصه، ابغى حاجه في النص. امكانياتي تسمح لي، امكانياتك ما تسمح لك لا، ابدا مد رجلك على قد لحافك يا شباب. ترى ما في شيء بهدلنا ابو عراب احنا الا كل واحد يبغى يعنطز. انا اشوف عندي احسن حاجات في العالم. هنا في الجيمينج في هذه صراحة يعني أنصح بيها وبشدة، لأنه أحسن مايك على سماعة هذا في أي واحد من الجي اس بيس. تأخذ الـ 550 ولا الـ 600 you are good to go. هذا أحسن مايك على سماعة، هذه كلها نفس المايك، وشوف السعر اللي يناسبك منهم وجربها، وروح على 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 جرير واسمعها. شوية غالية مقارنة بالسماعات العادية الرخيصة، بس صراحة it's worth all the effort. وعندي الين دحين هذه الباك اب. اي سوير تو جاد لي 5 سنين ستريم، كنت دوب غيرت الكاميرا قبل معاكم قبل 3 شهور، كانت عندي لوجيتك 95 اوتو، وغيرتها عشان ابغى انزل فيديوهات في يوتيوب احسن كثير وكذا. ام نوت يو دونت باي ا مايك يا مشعل، باي سماعه فيها مايك وخلاص. سماعتي مصنوعه من الصين قيمتها $9 اهو. سامعين يا شباب دراجونيتوم في الفيديوهات حقته في اليوتيوب كيف ابداع الصوت اللي فيه؟ صدقوني يا شباب اللي يفكر اللي يبغى يشتغل والله ما يفرق معاه الايكويبمنت. طبعا الايكويبمنت تساعد، لا تسال، لا تقول، لا لا, لا تفكر انه ما تساعد، بس في البدايه تبدا حبه حبه. وما حد ما حد ما حد يرفع امكانياته، ما حد يشتري، ما حد يكبر، ما حد يسوي ابجريد الا لما في الستريم. الستريم بيدخله دخل، بيتعامل معه كويسه، هايبر اكس، كل الشغلات الرياضيه الحين كويسه. فارجوكم يا اخواني
لا أحد يفكر دوبه بادي ستريم، لأنه أصلا واحدة من المشاكل الكبيرة اللي أشوفها في الستريمرز الجداد، بدأ ستريم بعد أسبوعين طفش خلاص، خلصت المحنة راحت. ليش جين يفجر إذا جاب آيتم أو اثنين؟ دائما اللي ثالثي آيتمز ريرلي جيم آيتمز يا شباب، فور سبايك حقتهم في بداية الجيم زيهم زي الأساس، it does not scare really well. طبعا إيش تسوي الليثالتي؟ الليثالتي تكسر الأرمر حبيبي، يعني لو عندك 100 ليثالتي و100 انت عندك 100 أرمر وانا عندي 100 ليثالتي كأنه ما عندك أرمر، على طول أضربك دايرك. انت عندك 100 أرمر وانا عندي 30 ليثالتي، انا أضربك ضربة تسوي 100 انت تشيد منها 30 او تشيد من او وتاخذ منها 70 الباقي. أرمر بنتريشن الليثالتي فلات والارمر بنتريشن برسنتج دائما، يعني الليثالتي تكون 10 ليثالتي معناها 10 بس الارمر بنتريشن ما يجي 10 يجي 10%، فالارمر بنتريشن سكيلز ريلي ويل، ليثالتي داز نوت. كل اللي يتحرك هذا بف